متوافرة لدى لاعب الفريقين. كاماتشو يتقدم، كاماتشو حاول يعدي، يمرر الكرة جميلة للشلوب، الشلوب يعيها للتمياط، التمياط يحاول، يا وعقلك أحلى من الحلو، تجيب جول في مباراة نهائية متكتك وملعوب وبعقل وبمخ وبذكاء، والله برافو، برافو على الذكاء، برافو على المخ. يقول واحدة من اللوحات العقل السليم، تقول اللوحة في تشجيع الزعيم، أما أنا فأقول العقل السليم في هدف لاعب الزعيم. شوف الحلاوة، شوف اللعبة، شوف التكتيكة، برافو، مليون برافو. ماذا يقول أبو وليد عن اللعبة الحلوة؟ مو جول بس، جول حلو، رائع جدا حقيقة، وتمريرة الشلوب كانت كذلك أروع، لكن تفكير نواف كان عالي جدا، في فكر عالي عالي جدا جدا، استغلال الزاوية البعيدة وتقدم حارس المرمى، يعني يتغلب دائما الفكر العالي والفكر الاحترافي العالي من نواف تمياط، وهذا في الحقيقة جميل جدا. مو بس جول، جول حلو، مو كل جول جول، مو كل الأقوال مملوحة، هذا جول. شكرا خالد. طبعا عريس هذا النهائي هو نواف التمياط. اولا نواف الحمد لله على السلامه، اول شيء طمني عن اصابتك، يعني حتى تقول ممكن تشد رجلي معي يعني. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على افضل خلق الله. مبروك النادي الاهلي المستوى المتميز، مبروك النادي الهلال، لعيبه الهلال هم ولعيبه الاهلي هم العرسان اليوم. شكرا لجمهورنا العزيز اللي قدم مباراه صراحه من امتع ما يكون. فريق الاهلي يلعب كرة ممتعة، أنا وأنا ألعب داخل الملعب من دون مجاملة متمتع، إحنا كلاعبين مو بالنسبة لي، إحنا كلاعبين إحنا نلعب متمتعين يعني. في نهائي الحمد لله كان مميز، الحضور كان مميز، كل شيء اليوم كان مميز. ما هو السر المميز الذي أحضر نواف التمياط؟ نواف ما يعرفه الهلاليون كثيرا، اليوم نواف في كل مكان في الملعب، خلف كل كرة. الجميع ما في سر محدد، لكن الجميع، لكن أعتقد أن إحنا كنا مستعدين للنهائي استعداد جدا مميز بحكم ومكانة النادي الأهلي وارتفاع مستواه في الفترة الأخيرة والعناصر الإيجابية اللي موجودة من محترفين ومن قدرنا نشتغل خلال أسبوع ماضي. أعتقد أن من قبل أمس اشتغلنا على نقاط القوة في الفريق، يمكن أتوقع في بعض الناس يحسون أن الهلال الفريق الهلالي ما لعب، لكن احنا في نهائي، النهائي يحتاج ظروف خاصة وتحرك خاص. المدرب أعطانا الحرية أنا وكماتش والشلهوب تبادل الأدوار، لاحظت اليوم في الجهة اللي أحرزت من الهدف هي جهة الكابتن محمد الشلهوب، محمد هو اللي عمل الكل كان في جهتي، فكان في تبادل للأدوار. أيضا في فكر خاص في الهدف نواف يعني. الحمد لله كنت متوقع، شاهدت يعني كان عندي إحساس بالمرمى وشاهدت فوق كل هذا، فوق الإحساس فوق كل شيء، توفيق الله سبحانه وتعالى. ألف مبروك نواف. شكرا لك.